بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. التي استمر فيها بالمعصية وفي كل مرة يؤخر التوبة يؤخرها وإلى الآن ما تاب. الله عز وجل لو أهلك العباد لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هيبة. أتريد أن ترى قرية كاملة أبيدت وأهلكت عن بكرة أبيها؟ سأعرض هذا عليك مصورا أمام عينيك. سأعرض عليك قرية تم اكتشافها في إيطاليا تعود إلى العام 74 بعد الميلاد، دمرها بركان عظيم ولكن بشكل غريب فعلا. أرجوك تابع معي. هذه هي المدينة، وهذه المدينة تميزت بإطلالتها على جبل، والجبل هذا بركاني خامد، وهذه المدينة اشتهرت بمعصية الله عز وجل. ماذا كانت معصيتهم؟ أولا هذه أنابيب مياه عندهم، وعندهم تقدم مع أنها 74 ميلادي. اشتهرت بالزنا، في كل مكان حاشاكم توجد بيوت الدعارة. هذه بيوت دعارة، انظروا، هذه غرف تجدها صغيرة ومنتشرة، وهم يمارسون الفاحشة بعلانية ويستنكرون من يتستر. فهذه غرفة من الغرف اللي كانوا يستخدمونها، وانظر غرفة صغيرة ليس فيها إلا فراش بس، وكان عندهم حضارة وعندهم قطعهم النقدية وبيوتهم كما هي. فجر عليهم بركان، هذا البركان نفسه الذي انفجر، هذا هو نفسه، ولكن هذه الصورة أخذت لما انفجر مرة أخرى عام 1944. انفجر مرة أخرى في هذه السنة، وهذا تصويره أبيض وأسود كما تشاهدون. سنة 1944 لما انفجر حصد له 13,000 نسمة. هذه بعض آثاره. يقول الباحثون أنه لما انفجر فدمر تلك القرية 74 ميلادي كان أضعاف هذا الانفجار، أضعاف هذه القوة. الأمر كله طال تقريبا 19 ساعة عندما أهلكت القرية في سنة 74 ميلادي. واحد فقط الذي نجا وكتب مذكراته. يقول الباحثون ظلت المدينة مدفونة 1700 عام، هنا بدأ الانفجار، وضبطوا تحت كمية من الرماد. كان في السابق يظنون هؤلاء ماتوا خنقا، وبعد أن أجريت الآثار ظهروا على سطح الأرض. فانظروا كيف هي، هم على نفس أشكالهم وعلى نفس هيئاتهم، أهلكهم الله عز وجل على مثل ما هم عليه. يؤكد أحد الخبراء اسمه باولو بيترون، وعالم براكين اسمه جيو سيبي، أنه مما لا شك فيه أنهم أحيطوا بموجة حارة من الرماد عندما فجر البركان عليهم، أحيطوا بموجة عامة من الرماد الملتهب تصل تقريبا إلى 500 سيليزية، كلهم على هيئاتهم. كانت مسألة سريعة جدا، حيث غطت 7 أميال إلى الشاطئ تقريبا ب4 دقائق. كل تحجر كما كان، النائم نائم والجالس جالس والمضطجع مضطجع، كلهم تحجروا على حالتهم بشحمهم ولحمهم. وعندما انفجر البركان ارتفع الرماد إلى 9 أميال في السماء، تخيلوا، وخرج الكثير من الحميم. يقول العلماء أن كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان يفوق أكبر قنبلة نووية. هذه خبزة لهم، انظروا ماذا حدث لها. ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر فدفنهم تحت 75 قدم من الرماد. يقول أحد علماء البراكين عن 80 جثة وجدوها ميتة على الشاطئ. يقول هؤلاء 80 جثة لم يظهر عليهم أي نوع من تأهب لحماية أنفسهم من مكروه، أو أي ردة فعل تدل على الهلع ولو بسيطة، فقد ماتوا بسرعة حتى أنه ليس لهم وقت ليتصرفوا فيه ولو تصرفا بسيطا. كل هذا حدث في أقل من جزء من الثانية.